bye والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنبتدي ندرس رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. وقبل ما نبتدي إن إحنا ندرس إصحاح إصحاح، هناخد فكرة بسيطة خالص عن كنيسة روميا. وعن هذه الرسالة وعن مين اللي أسس هذه الكنيسة كنيسة روميا مفيش أي شاهد في أعمال الرسل أو في الرسائل تشير إلى أن في حد من التلاميذ أو أن بولس الرسول أو غيره أسس هذه الكنيسة لكن لما نيجي نقرا اعمال الرسل لصاحب الثاني لما حل الروح القدس يوم الخمسين نلقى ان كان موجود مع التلاميذ يقول كده في اعمال اثنين عشرة الرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء يعني كان فيه ناس من روما اصلهم يهودي والدخلاء هم الرومان وايه اللي اتهودوا بيسموهم الدخلاء وكمان كان موجود اكيلا وبرسكيلا ودول كان مشهود لهم بالايمان لدرجه ان هم لما قابلوا ابولس في افسس يقول كده سفر اعمال الرسل في اصحاح 18 ان هم شرحوا لي طريق الرب باكثر تدقيق واكيلا وبريسكيلا كانوا في روما كانوا في ايطاليا زي ما موجود في سفر اعمال الرسل لكن كلوديوس قيصر سنة 49 ميلادية طرد كل اليهود من روما فأكيلا وبرسكيلا سابوا روما وقابلوا بولس الرسول في كورنثوس فبيقول المفسرين أن أكيلا وبريسكيلا كان ليهم دور في القرازة بالمسيح في روما لكن ما فيش أي إشارة إن بطرس الرسول هو أسس هذه الكنيسة زي بعض الناس ما بيحاولوا إن هما يقولوا إن كنيسة روما أسسها بطرس الرسول، هو استشهد فيها وبولس الرسول كمان أستشهد في روما وإحنا بنعيد بعيد استشهاد القديس بطرس والقديس بولس في خمسة أبيب أو 12 يوليو في كل سنة فدي يعني كلمه موجزه جدا عن كنيسه او كيف تاسست كنيسه روما لكن الرساله نفسها اتكتبت امتى اجمع المفسرون ان بولس الرسول كتبها في رحلته التبشيريه الثالثه كتبها وهو في كورنثوس وكان موجود في بيت واحد اسمه غايس اللي قال ان هو ده مضيفي ومضيف الكنيسه كلها وكان بيمليها على واحد اسمه تيرتيوس قال ان هو كاتب هذه الرساله والودها روما شماسه اسمها فيبي خادمه كنيسه كانخريا وكتبت يعني بين سنه 57 لسنه وخمسين ميلاديه أه علشان خاطر نقدر ان احنا نتابع شرح او تفسير او التاملات في هذه الرساله هنقسمها لخمس أقسام. القسم الأولاني بيتكلم عن فكرة التبرير بالإيمان بدون أعمال الناموس. وده بيشمل الإصحاح الأول والإصحاح الثاني والإصحاح الثالث. فالإصحاح الأول بيتكلم إن الأمم أخطأوا. الإصحاح الثاني بيتكلم إن اليهود أخطأوا. صح الثالث بيتكلم ان الجميع اخطاوا وكان لابد ان ياتي المخلص لكي يخلص اليهود وايضا الامم وطبعا المسيح اتم الفداء زي ما احنا عارفين على الصليب وقام من الاموات لكي كل من يؤمن به ينال التبرير القسم الثاني هو انه جاب مثال لهذا التبرير اللي هو ابراهيم، ده صح الرابع. ابراهيم قال أنه هو تبرر بالايمان مش باعمال الناموس. بعد كده القسم الثالث اتكلم فيه عن ثمار التبرير بالايمان، يعني لما بتبرر بالايمان بناخد ايه؟ وهنا من الاصحاح الخامس للاصحاح الثامن. ففي الإصحاح الخامس بيقول إذ تبررنا بالإيمان لنا إيه؟ سلام مع الله. فالتبرير يعطينا سلام مع الله. في الإصحاح السادس التبرير بيحررنا من الخطية. الإصحاح السابع التبرير بيحررنا من الناموس. الإصحاح الثامن التبرير بيعطينا نعمة البنوة. ده ثمار التبرير. القسم الرابع اليهود والتبرير علاقتهم ايه بالتبرير اول حاجة صح تسعة بيقول او بيتكلم عن اختيار اليهود الاصحاح العاشر بيتكلم عن رفض اليهود واصحاح 11 بيتكلم عن قبول اليهود اخر قسم في الرساله اللي هو التبرير والحياه العمليه الإصحاح 12 بيتكلم عن المسيحي والحياة الجديدة تتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم إصحاح 13 بيتكلم عن المسيحي والدياكونية إيه دياكونية؟ يعني علاقته بالآخرين إصحاح 14 و15 بيتكلم عن المسيحي والكنونية الكونونيا هي حياة الشركة، شركة المؤمنين فبيقول كده يعني ضعيف الإيمان فاقبلوه وبعدين يقول اقبلوا بعضكم بعضا كما قابلكم المسيح الى اخره، ازاي يكون في محبه بين المؤمنين وده اصحاح 14 و15، اصحاح 16 بيتكلم عن تحيات اه وكمان يعني ختام لهذه الرساله. ده باختصار قوي الخمس اقسام بتوع رساله روميا. النهاردة هنتكلم لصح الأول وهنقسمه نصين هناخد النص الأولاني من, من عدد واحد لعدد سبعة عشر باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوه من جهه روح القداسه بالقيامه من الاموات يسوع المسيح ربنا الذي به لاجل اسمه قبلنا نعمه ورساله لاطاعه الايمان في جميع الامم الذين بينهم انتم ايضا مدعو يسوع المسيح الى جميع الموجودين في روميا احباء الله مدعوين قديسين نعمه لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح اولا اشكر الهي بيسوع المسيح من جهه جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم فان الله الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع اذكركم متضرعا دائما في صلواتي عسى الان أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة إنني مرارا كثيرا قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن ليكون لي صمر فيكم أيضاً كما في سائر الأمم إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضاً لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولاً ثم لليوناني لان فيه معلن بر الله بايمان لايمان كما هو مكتوب اما البار فبالايمان يحيى هنا في العدد الاولاني بيقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله وبعدين هيتكلم عن كمان شكر بولس الرسول وايضا صلاته من اجل اهل روميا وكمان هيتكلم عن اشتياقاته اليهم وعن ان هو مستعد لتبشيرهم اول حاجه بولس عبد ليسوع المسيح عبد ليسوع المسيح هنا هيتكلم عن ثلاث نقط عبودية حب عبودية ملكية عبودية طاعة عبودية حب بولس الرسول كان بيحب المسيح إلى درجة زي بيحب إلى درجة العبادة يعني حب عبادة فهو عبد بس نتيجة محبة بيستعبد نفسه من أجل حبيبه المسيح اللي قال انه احبني واسلم نفسه لاجلي وقال من سيفصلنا ايه عن محبة المسيح من سيفصلنا عن محبة المسيح اشد ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف الى اخره فهي عبودية حب الحاجة الثانية عبودية ملكية لان بولس الرسول عارف ان المسيح اشترانا بايه بدمه بولس الرسول بيقول اشتريتم ليس بذهب أو فضة من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم فعبودية ملكية المسيح اشتراني دفع ثمن غالي فيا فأنا عبد للمسيح بهذا المفهوم الحاجة الثالثة عبودية طاعة عبودية طاعة طبعا الإنسان اللي بيكون عنده عبد العبد بيطيع سيده طاعة كاملة وبولس الرسول في رسالته لروميا 6 16 يقول أنتم عبيد للذين تطيعونه إما للخطية للموت أو للطاعة للبر يعني أنت عبد للي بتطيعه بتطيع الخطية الخطية أجرتها موت بتطيع المسيح بتاخد بره حياة أبدية فهي عبودية طاعة يبقى قلنا عبودية حب وعبودية إيه كمان ملكية وعبودية طاعة بولس عبد ليسوع المسيح النقطة الثانية المدعو رسولا وهنا بولس الرسول مدعو رسولا هو اللي دعا نفسه لا في رسالته لأهل غلاطيا لصاح الأول وعد الأول بيقول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامهم الأموات فهو مدعو من الله وفي رسالته لكلوسي برضو واحد واحد يقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله بمشيئة الله يبقى مدعو من الله ومدعو بمشيئة الله. والحاجة الثالثة مدعو بحسب أمر الله وده موجود في رسالته إلى تلميذه تيموساوس برضه إصحاح أول وعدد أول يقول بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاؤنا. يبقى ايه المدعو رسولا مدعو من الله ومدعو إيه؟ بمشيئة الله ومدعو بحسب أمر الله. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا والكلمة الثالثة لإيه المفرز لإنجيل الله وبقى مفرز يعني يعني متخصص لإنجيل الله متكرس لإنجيل الله كل شغلته هي إنجيل الله وهنا كلمة المفرز جاي أصلها يعني لغويا من الفريسي يعني بولس الرسول كان فريسي يعني إيه يعني مخصص نفسه ومكرس نفسه إيه للديانة اليهودية مخصص نفسه للناموس لحفظ الناموس والسبت لكن اصبح دلوقتي بقى مفرز مش للسبت وللناموس والختان لكن لانجيل الله مفرز لانجيل الله وهنا بولس مفرز لانجيل الله برضه لان الله هو اللي اختاره فهو اناء مختار وده اللي قاله المسيح لما ظهر لحنانيه قال له كده في اعمال 9 15 لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل فهو اناء مختار والحاجه الثانيه انه مفرز من البطن يعني خلي بالكوا هنا بولس الرسول قال الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته في غلاطية واحد 15 قال لك يعني ان انا تخصصي او تكريسي لانجيل الله ده مش شيء يعني انا حصلت عليه بسبب مواهب عندي بسبب ان انا اعرف اكتر من غيري لكن ده عمل الله في او دي دعوة الله ليا اللي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته يبقى اناء مختار ومفرز من بطنه كمان مفرز من الروح القدس في اعمال 13 2 قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليهما فهو مفرز من الروح القدس الروح القدس افرزه لكي يقوم بهذا العمل الخاص بتبشير الايه تبشير الامم فبولس الرسول مفرز لانه اناء مختار ومفرز من البطن وايضا مفرز من الروح القدس الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الحقيقه الكلمه دي مفرز لانجيل الله كنت لما أراها زمان اقول يا سلام ما فيش احلى من كده الانسان يبقى متخصص في انجيل الله مكرس حياته كلها للانجيل يحفظ الانجيل ويسمع الانجيل ويطبق الانجيل ويكرز بالانجيل ما فيش احلى من كده المفرز لإنجيل الله ياريت كل واحد يسأل وكل واحد يسأل أنا فعلا مدى تكريسي لإنجيل الله قد إيه بدي وقت للإنجيل قد إيه بطبق الإنجيل في حياتي قد إيه بتكلم عن إنجيل الله قد إيه بولس الرسول أفرز نفسه لإنجيل الله برضو هيتكلم عن بولس الرسول في نقطتين لسه شكره وصلاته يقول ايه في عدد الثمانية اولا اشكر الهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم يا بيشكر ربنا ان ايمان اهل روميا بينادى به في كل العالم انا أسأل نفسي هل انا بشكر ربنا لما بسمع ان فيه ناس مؤمنين حقيقيين في اي مكان في العالم إن كان في كوريا، إن كان في الصين، إن كان في اليابان، إن كان في أستراليا، في مصر، في أي مكان في العالم. لما أسمع إن في ناس مؤمنين، بولس الرسول كان قلبه اتسع للعالم كله. يعني ما كانش راح روما في الوقت ده، ده بيبعت لهم رسالة من غير ما يروح عندهم. لكن في نفس الوقت كان بيصلي وبيشكر ربنا علشان إن إيمانهم بينادى به في كل العالم. وكمان بيقول انا بذكركم بلا انقطاع في صلواتي تذكرهم بلا انقطاع تعرفهم انت ما احتكتش بيهم ده انت ما خدمتهمش سمعت بس عن ايمانهم لكن بيذكرهم بلا انقطاع في صلواتهم الحاجات دي بتخجلنا احنا كخدام ان احنا لا نذكر النفوس المحتاجه والمتعطشه إلى معرفة المسيح الموجودة في كل مكان في العالم بيقولوا بلا انقطاع يعني ليل ونهار بيذكرهم في صلواته وكان نفسه لأنك أنت لما تصلي من أجل ناس معينين وتذكرهم باستمرار يبقى عندك أشواء ليهم ولك عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم نفسي بقى أن أنا آجي وأشوفكم وده الحاجة النقطة اللي بعد كده اشتياق بولس الرسول الى اهل روميا واستعداده ان هو يبشرهم يقول ايه ان هو مشتاق اليهم الاشتياق ده جاء منين جاء من, من الصلاة لكن في نفس الوقت انه عنده استعداد ان هو يبشرهم بانجيل المسيح ليه لانه اقول اني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء شعر انه هو عنده يعني التزام ان يبشر الكل المسؤولية قد وطعت علي فويل لي ان كنت لا ابشر شعر ان التبشير ده دي التزام ومسؤولية مش حاجة زيادة بيعملها عشان كده كان عنده استعداد ان هو يبشر في كل انحاء العالم في كل مكان بولس الرسول فعلا رسول قدر ان هو يوصل الى قلب المسيح ويشوف البشريه كلها من خلال قلب المسيح فحب الناس كلها وعنده اشتياقات ان هو يروح لاهل روميا يقول عشان امنحكم هبه روحيه لثباتكم عايز يخليهم يثبتوا في الايمان اكتر وبعد كده يقول ايه اي نتعزى بينكم بالايمان الذي فيكم ايمانكم وايه وايماني إيمانكم وإيماني إيه الاتضاع ده يعني حط إيمانه مع إيمان أهل روميا كأنه مساوي لنفس الإيمان عايزين نتعزى مع بعض بالإيمان اللي فينا إيمانكم وإيه وإيماني فأحشاء عجيبة هي أحشاء المسيح نفسها لأنه حمل في قلبه شخص المسيح وهو اللي قال لي حل المسيح بالإيمان في إيه؟ في قلوبكم عشان كده كان عنده اشتياق ان هو يبشر الكل وخاصة اهل روميا ده بولس الرسول وده الكلمة الاولانية الكلمة الثانية نتكلم عن اهل روميا قال عنهم في عدد ستة الذين بينهم انتم ايضا مدعو يسوع المسيح قال ان المسيح دعاكم لان المسيح بيدعو الكل يريد ان الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون انتم ايضا مدعوون وبعدين يقول لهم ايه يقول لهم انكم انتم احباء الله مدعوين قديسين احباء الله وهنا في منتهى الجمال ان انا ابتدي اشعر ان الله بيحب الناس كلها الف مره احبني واسلم نفسه لاجلي لكن في نفس الوقت هكذا احب الله الايه العالم حتى بذل نفسه بذل نفسه من اجل كل العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به فعشان كده هنا بيقول بولس الرسول ان اهل روميا احباء الله يا نطبقها على نفسنا احنا احباء الله بس هم احباء الله لانهم مدعوين قديسين لانهم الله دعاهم في القداسه في القداسه وقال لهم بعد كده ان ايمانكم ينادى به في كل العالم احنا مدعوين لحياه القداسه دعوة الله لينا عشان نبقى قديسين اخترنا من قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبيلوم قدامه في المحبة لو كنا قديسين ايمانا ايماننا حينادى به في ايه في كل العالم وهنا بولس الرسول مع انه بيكتب لهم الرساله دي عشان يقول لهم يا جماعه التبرير بالايمان مش باعمال الناموس وبيوبخهم ازاي وفي غلاطيا بالذات ازاي ان هم يعني بعد ما داقوا المسيح وبعد ما امتلقوا من الروح القدس او خدوا عطيه الروح القدس ازاي يرجعوا تاني اذا كانت ضعيفه والسبت والختان والحاجات دي لكن في الأول بيشجعهم بيقول لهم على النقط الحلوة اللي فيهم إنهم عندهم إيمان والإيمان ده بينادى به في كل العالم يا ريت نتعلم إحنا نتعلم إزاي إن إحنا لما نيجي نتكلم ونعمل أبروتش لأي حد نتكلم على الحاجات الحلوة اللي فيه في الأول إيمانكم ينادى به في كل العالم طب أسأل نفسي أنا إيماني بينادى به في كل العالم يا ترى إيمان ب... إيماني معروف الكنيسة اللي أنا بحضر فيها هل إيماني الناس الجيران الحوالية يعرفوا أن فعلا عندي إيمان هل اسأل نفسك هل أنت فعلا عندك إيمان حقيقي بالمسيح أهل روميا بيقول أن إيمانهم كان بينادى به في كل العالم أحباء الله مدعوين قديسين إيمانهم بينادى به في كل العالم دول أهل روميا أنا عايز النهاردة أن أنا مش هقول لكم تعالوا نتمثل بقديس بولس الرسول اللي قال بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله دي دعوة خاصة دعوة الخدمة هو كان ليه دعوة خاصة بالرسولية لأنه دي دعوة خاصة نبقى رسول للأمم لكن إحنا دعينا لكي نكون قديسين يا ترى أنا فعلا أقدر أقول إن أنا مدعو وان انا بعيش الايمان اللي بيتكلم عنه بولس الرسول اللي بينادى به في كل العالم هل انا احط نفسي مع اهل روميا النهارده واقول فعلا احباء الله مدعوين قديسين ايماني بينادى به في كل العالم مش عايز كل العالم زي ما قلت من شويه الناس اللي حواليا يعرفوا ان انا انسان مؤمن ان انا انسان قديس القديس يعني بمعنى ايه يعني مقرص للمسيح مخصص للمسيح مفرز للمسيح ده معنى قداسه بنفصل عن العالم بعتزل عن العالم لاني لست من هذا العالم هنتكلم في النقطه التانيه اللي هو انجيل المسيح المره الجايه ان شاء الله لالهنا كل مجد من الان والى الابد امين